السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. التقسيم داخل المنحل موضوع مهم جدا بصراحة، لكن هناك تساؤلات في تفاصيل دقيقة وهي تهم النحال وتهمنا جميعا. إذا قمنا بالتقسيم وقمنا بنقل القسيم مع الملكة لطرف المنحل أو إلى جوار الخلايا الأخرى في المنحل، ماذا يحدث للقسيم الأم أو الأصل؟ وما هي الطرق المتبعة في هذه التقسيمات بالذات؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي باسل. أخي باسل، يعني أنت بتقول إن أنت يعني قسمت أو أخذت بالقسيمة الملكي الأم وتركت الصندوق الرئيسي بدون ملكي. يعني بدنا نفترض شو اللي بده يصير في هذه الحالة. بده يصير في هذه الحالة إنه النحل سيبني بيوت ملكية، على بيوت طوارئ، تسمى بيوت طوارئ، وهذه بيوت الطوارئ يعني نحن لا نستطيع أن نقدر عمر اليرقي فيها. لذلك دائما إحنا بنقول إنه بيوت الطوارئ هي من أسوأ الملكات التي تنتج في الخلايا. فأمامك أنت خيارين، إما مثلا بتقوم بإنزال بيوت أو كؤوس ملكية على وشك الفاكس، يعني بتنزلها بيت ملكي على وشك الفاكس، وذلك يعني حتى وتكون هذه البيوت الملكية معلومة المصدر ومن عند نحال، يعني خلينا نقول يشهد له ب إنتاج الملكات من عمر يرقي صغير. فإنتاج الملكات يعني ليس فقط هو السلالي، ولكن برضو العمر اليرقي هو الأهم في كل الموضوع. أو ما بدك تعمل هاي الطريقة، يعني بتلجأ إلى شغلة ثانية، إنه أنت بتبدأ تنقل حضنة من عند هذه من الخلية اللي أنت يتمتها، صارت هيك خلية ميتمة أنت موجود عندك، فبتقدر تنقل الحضنة عند الملكة الأم بالتدريج. يعني لو كل يوم مثلا نقلت إطارين حضنة عند الملكة الأم، وإذا شفت أنه النحل أو البيوت الحضنة هذه اللي أنت نقلتها ما تكفي لتغطية الحضن اللي أنت نقلتها، بتقدر مثلا تجيب سطل وبتنفض فيه إطارات نحل، يعني النحل اللي على الإطارات بتنفضه في هذا السطل وبتنتظر عليه دقيقتين ثلاثة أربعة حتى النحل السارح يطير ويرجع على الخلية والنحل الحاضن يبقى في هذا السطل، وبتمسك هالسطل وبتفرغه في داخل الخلية اللي عندك انت اللي هي اصبحت يعني عند الملكة الام. بهذه الحالة ممكن انت يعني تنقل النحل من خلية الى خلية بتقوي الخلية اللي فيها ملكة الأم وبتضعف الخلية اللي فيها هذه البيوت الملكية. وإذا ما راكت لك هذه الطريقة برضو، تقدر أنت ترجع الملكة الأم، يعني تحمل الملكة الأم بصندوقها وترجع الصندوق مكان الخلية اللي أصبحت ميتمة، والخلية الميتمة بتقدر تبعدها مثلا مسافة متر على سبيل المثال أو متر ونص. في هذه الحالة النحل السارح من الخلية الميتمة عندك برجع عند الملكة الأم بدون قتال بدون أي شيء، هو أصلا نحل واحد لذلك يقبل بعضه بشكل سهل جدا. لما تشوف الكثافة النحلية اللي صارت عند الملكة الأم، صارت يعني صار فيها كثافة نحلية كبيرة، بتنقل حضنة من الخلية الميتمة إلى الخلية اللي فيها ملكة.
حتى يعني ما بدنا احنا نغامر في كمية النحل هذه اللي بقت عندك في الصندوق ونتركه تحت رحمة ملكة عذراء أو بيت ملكي. لنفترض انه مثلا انت فكست عندك هذه البيوت الملكية، وفي هذه الحالة راح يصير عندك تطريد. إذا ما قتلت هذه البيوت الملكية راح يصير في عندك تطريد، وبالتالي ربما مثلا هذه الطرود أنت ما تمسكها وتخسرها. لذلك بده يكون في عندنا خيار إنه مثلا نقتل كل البيوت الملكية الموجودة هذه ونترك بيت ملكي واحد. طب إذا البيت الملكي الواحد هذا فكس وخرجت هذه العذراء ثم فشلت في التلقيح، يعني ما رجعت، شو مصير الخلية اللي عندك؟ وأنا بده يصير ربما تخسر الخلية كلها. فإحنا أعطيناك خيارات، إما بتدخل عليها بيت ملكي على وشك الفاكس، وإما بتنقل إطارات الحضانة عند الأم، وإما بتبدل مواقع الخلايا، بتبدل مواقع الصناديق. في هذه الحالة النحد السارح سيعود إلى الخلية الأم، والنحد الحاضن سيبقى في الخلية، ولكن انت بتضلك تنقل. يعني كل ما شفت انت النحل خف في الخلية الميتمة بتشيل الاطارات الحضنة وبترجعها عند الخلية الام. هيك يعني بتقدر تعمل توازن، يعني بترجع الخلية الميتمة قوية مرة، الخلية الملك الام ترجع قوية مرة ثانية، وبتقلل نسبة النحل في الخلية اللي انت يتمتها، حتى يعني نصف عندك مثلا 5 إطارات عليها النحل أو عليها كثافة نحلية كويسة، وبتغامر بيت ملكي واحد، يعني بتسمح لبيت ملكي واحد إنه يفكس. فإذا فكس هذا الملكي وهذا البيت وتلقحت الملكة العذراء بيكون خير وبركة، وإذا لم تتلقح بتقدر تضمها مرة ثانية على بعضها. هاي أمامك خيارات، اختار اللي بناسبك واللي بتشوفه يعني أسهل لك. يعني بدنا نفترض شو اللي بده يصير في هذه الحالة. بده يصير في هذه الحالة إنه النحل سيبني بيوت ملكية، على بيوت طوارئ، تسمى بيوت طوارئ. وهذه بيوت الطوارئ يعني نحن لا نستطيع أن نقدر عمر اليرقي فيها، لذلك دائما إحنا بنقول إنه بيوت الطوارئ هي من أسوأ الملكات التي تنتج في الخلايا. فأمامك أنت خيارين، إما مثلا بتقوم بإنزال بيوت أو كؤوس ملكية على وشك الفاكس، يعني بتنزلها بيت ملكي على وشك الفاكس، وذلك يعني حتى وتكون هذه البيوت الملكية معلومة المصدر ومن عندنا حال، يعني خلينا نقول يشهد له ب إنتاج الملكات من عمر يرقي صغير. فإنتاج الملكات يعني ليس فقط هو السلالي، ولكن برضو العمر اليرقي هو الأهم في كل الموضوع.